حاسب أخطاء اوعى تقع فيها وانت بتدخل رغباتك في التنسيق. العد التنازلي بدأ، يومين وطلاب المرحلة الأولى للتنسيق بياخدوا أول خطوة لتحقيق حلمهم في الالتحاق بالجامعات بتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني. طلاب المرحلة الأولى هيبدأوا إدخال الرغبات بعد بكرة الاثنين 12/8/2024، ولمدة 5 أيام بتخلص 16/8/2024. ونحب نفكركم بالحد الأدنى لمجاميع المرحلة الأولى. الشعبة العلمية 371 درجة فأكثر، أي بنسبة 90.48% فأكثر، بإجمالي طلاب 23,850. الشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر، أي بنسبة 87.7% فأكثر، بإجمالي طلاب 15,355. الشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر، أي بنسبة 68.29% فأكثر، بإجمالي طلاب 73,995. استنى، خد بالك، قبل ما تسجل الرغبات لازم تعرف الأخطاء الشائعة اللي كتير بيقعوا فيها وممكن تضيع عليك الفرصة. اختيارك لكليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الرياضية والنوعية معناه إنك أديت اختبارات القدرات، لو الإجابة لأ يبقى ما تسجلهاش. النصيحة التانية، لازم تسجل 75 رغبة وإلا هيحصل لك استنفاد رغبات، ووقتها هتدخل مع المرحلة التانية تنافس على الأماكن المتبقية فقط وفرصتك هتقل. التزم بالنطاق الجغرافي وبلاش تكتب كليات واقعة خارج منطقتك الجغرافية. رتب الكليات بالكليات اللي تناسب مجموعك، غير كده هيحصل استنفاد رغبات. الصح لازم تختار 75 رغبة. وفي خطأ تاني خد بالك منه، لو قررت مثلا انك تختار طب الأسنان رغبة أولى، اكتب كل كليات طب الأسنان المتاحة قدامك، لأنك مثلا لو كتبت أسنان القاهرة بما إنك ساكن في القاهرة، وبعدها كتبت صيدلة، وبعدين كملت كليات طب الأسنان وتم ترشيحك لصيدلة، مش هتعرف تحول لطب الأسنان رغم إنك هتكون جايب الحد الأدنى لكليات الأسنان. وده ليه؟ لأن الكلية اللي هتكون جايب مجموعها أصبحت في التحويلات خارج نطاقك الجغرافي وتبقى ضاعت فرصتك. استنى واعرف باقي الأخطاء. عدم اتباع تعليمات موقع التنسيق قبل تسجيل رغباتك. رقمك السري خاص بك فقط، حافظ عليه عشان ما تتعرضش رغباتك للتلاعب. اتأكد من رغباتك وطريقة إدخالها وكيفية إدخال 75 رغبة كاملة. آخر حاجة، اوعى تنسى تتبع رغباتك بعد تسجيلها، واحتفظ برقم التسجيل، وبالتوفيق دايماً.